وفيما يتعلق بالتصعيد في لبنان، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتسم بالرفض والإدانة الواضحة لأي تصعيد عسكري يؤثر على استقرار المنطقة. في هذا الإطار أشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى الرد الإيراني على إسرائيل، مشددا على أنه يرشح لمرحلة جديدة من الصراع الذي قد يؤدي لاتساع نطاق الحرب في المنطقة. أشيد بالموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتسم بالرفض والإدانة الواضحة لأي تصعيد عسكري يؤثر على استقرار المنطقة، مع حث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الذي طال المدنيين العزل بالقتل والتهجير القسري، والذي يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي، بل يتنافى مع الإنسانية في الأساس. وبالأمس تابعنا الرد الإيراني على إسرائيل الذي يرشح لمرحلة جديدة من الصراع الذي قد يؤدي لاتساع نطاق الحرب في المنطقة نتيجة ذلك العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.